راح ناخذ اليوم الليكتشر الثالث اللي هو Image Processing in OpenCV. راح نتعلم شلون راح نتعامل نسوي معالجة للصور ونخليها فلترات مختلفة ونتعلم شلون نسوي Image Processing مجموعة من الصور باستخدام OpenCV. بالبداية راح ناخذ موضوع اللي هو Change Color Spacing. راح نتعلم شلون نغير بين اللي هو السبيس نقصد فيه بين اللي هو ال RGB CHYK CMYK عفوا الفرق بين ال RGB واللي هو أيضا ال CMYK. ال RGB هو نستعمله دائما مثلا هي بالطباعة، إحنا من نصمم في فوتوشوب تصميم كسوفتوير نستعمل الألوان نختار اللي هي ال RGB، فتكون هاي الألوان ثابتة وخاصة دائما نستعملها بالسوفتوير. CMYK هاي المجال هذا مال الألوان دائما يستعمل بالطباعة، فأثناء التصميم تصميم الفوتوشوب مثلا راح مثلا يريد يصمم فد بوستر معين، فهذا يختار المجال الألوان تكون CMYK لأن هذا يختاروه دائما لطباعة الهاردوير. أما ال RGB يستعملوه بالسوفتوير تصميم فقط السوفتوير مثلا كبوستر يريدون يعرضوه أي شيء يكون مثلا كفر مثلا فيسبوك أو غير تطبيق دائما يستعملون اللي هو المجال RGB. طبعا عندنا المجال الآخر اللي هو ال HSV. هذا ال HSV نستعمله في حالة إذا عندنا تغير بالألوان، يعني مثلا عندنا جسم متحرك، هذا الجسم المتحرك يريد مثلا نسويه ديتكت، فهنا راح تكون الألوان مختلفة، يعني الإضاءة تكون مختلفة من أثناء ما يتحرك الجسم. فهنا نستعمل اللي هو المجال اللي يكون HSV. هنا لأنه اللي هو راح يعتمد على التغير مات الإضاءة، فهنا راح يفيدنا مثلا في حالة إذا الأجسام تكون متحركة ونحتاج أن نسوي ديتكت لها وتكون الإضاءة مختلفة فنستعمل HSV. أما طبعا BGR والCMYK راح تكون هنا الألوان تكون ثابتة يعني كإضاءة ما عليها بالإضاءة، بس ال HSV تعتمد يعني تكون لها علاقة بالإضاءة. بهذا الشابتر راح نتعلم شلون نحول بين الجراي وال RGB، طبعاً احنا ماخذيها قبل بس هنا راح نرجع ناخذها حتى نغير بين الألوان، وأيضاً راح نتعلم شلون راح نحول بين ال BGR وال HSV. بالإضافة إنه راح ناخذ application إنه شلون راح ناخذ نسوي extract للأوبجكت من الفيديو. راح نتعلم الفاكشنات اللي هي CV2 arrange بالإضافة إلى CV2 CVT color. هاي طبعاً إحنا مستعمليها قبل بالكودات اللي قبلها وشفنا شلون نستعملها حتى نحول بين الجراي والRGB. هنا عندنا طبعاً 150 طريقة حتى نحول بين الكلر سبيسينج موجودة بالأوبن سيت، بس إحنا بهذا الشابتر راح ناخذ بس أكثر طريقتين اللي هي شيوعاً، اللي هي راح تكون بين أحول بين ال BGR وال HSV بالإضافة إلى أنه راح أحول بين ال BGR وال Gray. طبعاً حتى نحول بالكلر سبيسينج حتى نحول بالألوان نستعمل اللي هي function cv2.cvtColor. راح نحتاج إنه ندخل لها اللي هو ال input image بالإضافة إلى الفلاج. الفلاج إيش نقصد فيه؟ اللي هي إنه نكتب التحويلة مالتنا، هل راح تكون color cv2.color bgr to gray، أما نريد نحول من ال bgr
بال HSV فنكتب مكان هذا الفلاج نكتب cv2.color bgr to HSV معناته راح احول من ال bgr ل HSV. فاذا ال cv2.color تحتاج انبوت 2 انه احط لها 2 variable اللي هي الانبوت image اللي نريد نغير عليها بالكلر سبيس مالته بالاضافه الى الفاريبل الثاني اللي هو الفلاج. الفلاج كنا نكتب اللي هي التحويله من شنو من اي سبيس الى سبيس راح نحول، هل من دي جي ار الى جراي ام من دي جي ار الى اتش اس بي. هنا حتى نعرف الفاليو مالت السبيس اللي الفلاج فاريبل نحطها بمكان الفلاج فاريبل طبعا نفس الطريقة اللي قبل مستعمليها واللي قرينا بيها وقتها قرينا اللي هو أخذنا الإيفنت قرينا الإيفنت مالت الماوس إذا تذكروها من قرينا سوينا يعني نفس هذا اللوب وقتها حطينا بالبداية كانت إيفنت فقرينا الإيفنتات مالت اللي هي الماوس الموجودة بالأوبن سيتي. نعم نفس الطريقة هم راح من خلال هذا الكود راح نقرأ اللي هي الفلاج فاريبلز اللي نقدر نحطها. مثلا هنا خلينا نشوف الكود، الكود امبورت سي بي 2 فلاج، ايضا راح ناخذ فور لوب وراح نشيك على الدايركتر اللي احنا خازنين فعملنا حمل الاوبن سي بي راح يكون عندنا فولدر اسمه سي بي 2 راح نشيك بهذا الفولدر. إذا نشيك يعني أي كلمة تبدي بالكلر، هذا نشوف إنه بداية كل variable يبدي بكلمة color، فنشيك على وين موجودة الكلر، فنشيك على هاي الميثود اللي تبدي بكلمة color ونشوف من خلال for loop راح نشيك عليها وراح نطبعها، راح نطبعها من خلال print x. هنا نشوف عندنا مجموعة من الفلاجز اللي هي مثلا عندنا هنا ال BG2BGR BG2BGR BMG. هنا عندنا أنواع مختلفة، هنا مثلا عندنا GR2GR GRAY. إذا أكو مجموعة واسعة من السبيسات التحويل مالتها، بس إحنا يعني راح ناخذ بس راح نحول أكثر شيء بين ال BGR والجراي بالإضافة إلى راح نحول بين ال BGR وال HSV. بس إحنا موجودة تشوفونها أمامكم شقد موجودة اللي هي التحويل بين Space Color. ال HSV هي اختصار أول شيء ال H نقصد بها ال Brightness الإضاءة واللي هي تكون بين 0 إلى 179 القيم مالتها. بالإضافة إلى الأس نقصد بها الساتوريشن، هنا اللي هي نقصد بها الإشباع اللي هي تكون بين الصفر إلى 255 قيمها القيم مالتها. بالإضافة إلى هنا البي نقصد بها الفاليوز واللي هي تكون بين الصفر و 255 قيمة. فهنا نشوف إنه إلى يعني إلى صلة بالإضاءة، فلهذا السبب إنه نستعمله في حالة إذا كانت خصوصا بالفيديوهات وكانت عندنا الأشكال متحركة والإضاءة مختلفة فنستعمل اللي هو الـ HSV لأنه يعتمد على الإضاءة تغير الإضاءة. طبعا هاي القيم اللي هي مال Brightness والـ Saturation وبالإضافة إلى الـ Values هاي تختلف من برنامج إلى آخر، تختلف من برنامج إلى آخر. مثلا هنا بالأوبن سي في هاي عندنا القيم، مثلا نريد نقارنها غير الأوبن سي في نستعمل برامج ثانية إنه نبرمج بيها اللي هو الإيمج بروسيسنج راح تكون هاي القيم مختلفة. فإذا حسب البرمجة راح نستعملها نعرف انه نعرف هاي القيم من يعني من وين تبدي الى وين ما تنتهي. هذا كله حكيناه بالبدايه النظري بالنسبه للكلر سبيسنج.
هنا عندنا الأوبجكت تراكينج اللي هي نتعقب الأجسام. شلون راح نتعقبها؟ هسه احنا تعلمنا شلون راح نحول بين البي جي ار والـ HSV space color. هنا راح نبدي انه نسوي extract الـ color object. راح هنا نستعمل هاي الخاصية حتى نستخرج الجسم الملون. مثلا عندنا بالـ HSV space هنا راح يكون يكون الألوان تكون أكثر، يعني تكون بسهولة نقدر نتعقب الأجسام أكثر من الـ BGR space. طبعاً تخلينا هاي الـ HSV إنه حتى نميز الألوان بظروف إضاءة مختلفة. ليش؟ لأنه قلنا يهتم بالبرايتنس اللي هي السطوع، يعني الألوان التغير بالألوان راح يكون. فيكون الـ HSV حتى اتبع في جسم معين لون معين راح يكون بالـ HSV أسهل من الـ BGR. فراح نقوم أنه يعني راح نسوي أنه نستخرج جسم ملون أزرق من الفيديو، وراح نسوي هاي الخطوات. في البداية راح ناخذ كل فريم من الفيديو. قلنا إحنا الفيديو راح يكون من مجموعة من الفريمز، كل ما زادت الفريمز كان الفيديو أفضل ويكون قريب من الريال تايم. بالإضافة إلى أنه راح نحول من الـ BGR للـ HSV، يعني أول شيء راح نقرأ أكيد الفيديو، بعدها راح نحول من الـ BGR للـ HSV. قلنا لأنه الـ HSV هو أفضل من الـ BGR حتى نتعقب الأجسام، لأنه يعتمد على برايتنس، يكون السطوع مالته متغير. بالإضافة إلى أنه راح نحول هنا نقوم أنه تعقب الصورة المحولة، ذلك حتى من أخذ عتبة اللون المطلوب. يعني إحنا راح نسوي threshold هنا، راح نعرف شنو threshold، وراح نأخذ threshold معين، قيمة معينة، وراح نتعقب الجسم. هسه راح نشوف البرنامج، راح نشوف شلون راح نحول بين الـ BGR والـ HSV، وشلون راح نتعقب الجسم اللي هو يكون باللون الأزرق. هنا قلنا إنه بالبداية أكيد راح نستدعي اللي هي الـ CV2 والـ Numby، كل برنامج لازم نستدعيها. بعدها راح نبدي نقرأ اللي هو الفيديو، راح نبدي نقرأ من خلال شنو؟ من خلال الكاميرا مباشرة. بعدها راح ندخل إلى الوايل لوب. هنا عندنا راح نبدي هنا راح تشتغل الكاميرا، هنا راح تبدي تسجل، تاخذ الفريمات. هنا راح تاخذ الفريمات وتسجل لي، يعني تاخذ الفريمات تقراها تخزنها داخل الفريم. طبعا هنا اثناء ما نخزنها، يعني هنا اللي تشوفون هذا الخط، هنا مثلا الفريمات راح تنخزن بهذا اللي هو الفاريبل فريم. اما هنا هذا الخط معناته انه اكو متغير ثاني المفروض نحطه، فنحط هذا الخط معناته ما نحتاج المتغير القادم، فنحط هذا الخط اللي هو كنا اذا كان ترو او فولس. اذا كان ترو معناته بيقرا وبيتشتغل الكاميرا، اما اذا كان فولس فما تقرا ما تشتغل الكاميرا، يعني معناته ما بيقرا الفريمات. فهنا ما نحتاجه، فنحط فقط خط. بعدها قلنا نحول بين الـ BGR والـ HSV. هنا نستخدم اللي هي الميثود اللي هي CVT color. راح ندخل الفريمات مالت الفيديو، بعدها راح نحول من الـ BGR للـ HSV اللي هي قلنا الفلاج. طبعا هنا شلون راح يجي يقرأ بالبداية الفريم، الفريم وين راح يحوله؟ اللي هي قلنا الفريمات هي مجموعة من الصور، فوين راح تجي؟ هنا الفريمات راح تجي اللي هي بداخل الميثود. نحتاج إنه نحدد، نحدد اللي هي اللور والأبر فاليو مالت البلو، يعني اللون الأزرق نحتاج إنه نحدد لأعلى قيمة وأقل قيمة. فهنا الأقل قيمة للبلو نريد نسوي له ديتكت،
راح يكون طبعا هو هنا ايش راح يكون بال HSV انتبه له انه يكون داخل اللي هو السبيس ال HSV راح هنا عندنا اللور بلو راح اقل قيمه راح ناخذها اللي هي راح تكون من 110 الى 50 وهنا بيناتهم هاي يعني راح تكون القيم مالتها بين 110 وال 50 والاستبات هنا من 50 فعنا عندنا الابر فاليو مالت البلو راح تكون هاي الابر فاليو راح تكون هنا عفوا راح هنا نحتاج ان ال HSV فنحتاج نحدد قيمة لل H وال S وال V فهنا هاي قيمة ال H هذا ال S وهذا ال V فهنا حددنا ال H 110 50 و 50 ال S وال V اما بالنسبة هنا راح تكون اللي هي نحتاج انه نحدد ايضا ال H وال S وال V فحددنا القيم هاي اللي هي 130 255 255 بعدها راح نجي انه راح نحدد الثريشولد طبعا الثريشولد هسه ناخذه بالسلايدات الجايه بس هنا قلنا الثريشولد هو راح نحدد قيمه عندي صوره راح نحدد لها قيمه رينج معين اذا حددها قيمة رينج إذا تعدى هذا الرينج مثلا يصير صفر يعني إذا كان قبل هذا الرينج أقل يكون صفر القيم البكسل فتكون شود إذا كان أكثر من هذا الرينج مثلا يسويها واحد أو يخليها نفس القيم يعني حسب الثريشولدينج اللي راح نستعمله هنا هذا بكل اختصار بس الفكرة مال الثريشولد هنا راح نجي راح نحدد ماسك اللي من خلاله حتى نحدد الثريشولد للايمج اتش اس بي ايمج هنا راح نستعمل اللي هي الميثود اللي هي cp2.arrange هنا راح نبدي ناخذ اللي هي المتغير مال التحويل مال من البي جي ار اتش اس بي بعدها راح ندخل اللي هي اللور والابر فاليو بالنسبه للبلو بعدها راح ناخذ البيت وايز اللي هي اللي اخذناها اللي هي الاند اخذناها بالفصل السابق والليكتشر الثاني اللي هي الاند بيت وايز راح ندخل بداخلها الفريمات اللي اخذناها بعدها ايضا الفريم راح ياخذها بين راح يسوي اند بين الفريمات بعدها راح ادخل الماسك هنا راح نسوي اند ماسك راح نسوي اند بين الماسك والاوريجينال ايمج راح نسوي بيناتهم اند بعدها راح نعرض الفريم والماسك والار اي اس اللي خزلنا بيها بعدها راح هاي كلها اخذتوها اللي هي راح نسوي ويت كي في حالة اذا كان 27 اللي هي الاسكيب اي اس دي راح نسوي بريك وراها في حالة ضغطنا على escape راح يسوي break بعدها راح يغلق لي كل الويندوز طبعا هذا البرنامج هو شنو فكرته قلنا انه يعني لو تجون عندكم كاميرا وتريدون تشغلوه راح تشوفون انه الجسم الازرق راح يسويه detect والباقي اي جسم مو لونه ازرق ما راح يبين عندكم فشوفون فقط انه اي شيء لونه ازرق راح يكون مبين مبين يعني اللون ما يكون مبين والشكل يكون ما واضح يعني 100% بس هو ايش راح يصير راح يكون يعني لون ما مبين فقط اما بقيه الاجسام اللي حوالي اي لون اخر ما راح يكون مبين في الكاميرا فهذا هي فكره البرنامج انه فقط راح يسوي يتعقب فقط الجسم اللي يكون يعني إلى لون معين هنا انا اخترنا اللون الازرق مثلا تقدرون تغيرون الرينج مال الالوان تغيرون مثلا للجرين تغيرون للريد اي جسم تريدون تتعقبوا بس هي هاي فكرته انه حول من البي جي ار اتش اس بي وسوى تعقب للجسم الازرق قلنا حولنا الاتش اس بي لانه هنا عندنا البرايتنس راح تكون متغيره
هنا شلون راح تلقي الكلر فاليو قيمة الألوان اللي راح نتعقبها بالـ HSV. هنا نقدر قلنا نتعقب الألوان، هذا عن شرح عليها، مجرد فقط شرح. راح نتعقب الألوان قلنا باستخدام اللي هي الميثود اللي هي cpg color، بس نقدر نبدل من خلالها انه نقدر نغير بين HSV طبعا والBGR. بس هنا راح نستعمل هاي الطريقة الموجودة بالكلر، هنا عفوا بالكود. هنا راح نحول، راح نقرأ اللي هي بعد ما استدعينا اللايبراري راح نقرأ اللي هي الجرين، وبعدها راح نحول هنا to find the value of green in HSV. راح تجي القيمة مال ال HSV color. هنا مو بقبلها قرينا اللي هو البلو، هنا لا، راح شلون راح نتعلم الطريقة اللي نلقي فد لون معين بال HSV. طبعا هنا هاي الطريقة أيضا باستخدام قلنا ال CVT color. هنا راح نمرر اللي هو الرينج مال اللون، يعني هنا عندي اللي هو مو بي وهذا جي وار، فأنا أريد الجرين. فبالبداية شو أحتاج؟ إنه أمرر اللون مالت الجرين، وين راح نحط هاي القيم مالته؟ راح نخزنها متغير اللي هو الجرين. بعدها حتى آخذ الرينج مالت الألوان اللون اللي هو موجود بال HSV مالت اللون الأخضر، أمرر هذا اللون اللي هي CVT color. بعدها راح أختار اللي هو الفلاغ CV2.ColorBGR2HSV، فراح يعطيني كمية، راح يعطيني قيمة اللون الأخضر موجودة بال HSV. فهنا هاي القيمة اللون اللي هي 60255255. فهاي الطريقة من خلالها إنه قرينا قيمة لون، قرينا قيمة لون معين بال HSV space. هذا هو الكود الخاص فيه. لأن طبعا الطريقة احنا شفناها من أخذنا اللي هي هاي القيمتين اللي هي lower blue و upper blue. هاي شلون يعني ياخذ القيم؟ طبعا اكو طريقة بس هي مو كلش يعني مضبوطة ودائما يستعملوها. يستعملون هاي الطريقة اللي هي راح ياخذون لو أقل قيمة وأعلى قيمة، مثلا هنا للجرين راح ياخذ كمثال اللون الأخضر. من خلال هنا مو عندنا ال HSV، فهنا راح يبدي يزيد ينقص ويزيد ال H بعشرة. فهنا راح ياخذ اللي هي يعني راح ياخذ من خلال هاي اللي هي زيد 10 وينقص 10، راح ياخذ اللي هي اقل واعلى قيمه للجرين. فهنا مثلا نريد نحدد هنا هاي من هاي مثلا اثناء بعد ما قريناها، طبعا نفهم ليش من خلال هذا البرنامج، ورا ما قراها راح يبدي يحدد اللي هي اعلى واقل قيمه من خلال انه يغير القيم اللي هي HSV. طبعا هاي يعني طريقة إنه زيادة ونقصان بال H طبعا مو دائما not always work، يعني مو دائما تكون يشتغلون بها ومو دائما تعمل بصورة صحيحة. هنا طبعا أفضل طريقة إنه حتى نمرر بها اللي هي أعلى وأقل قيمة من خلال إنه نستعمل اللي هي الـ threshold بالـ RGB، انه نمرر الثريشولد بالار جي بي بالاضافه الى يعني هي القيمتين اللي هي الاقل واعلى قيمه من خلال انه نستعمل الثريشولد. واحنا هنا ايضا هنا مثلا هنا الثريشولد كنا راح ناخذه، طبعا هاي الفصل هنا هاي الثريشولد، بس مجرد انه ناخذ لون
عتبة معينة ونشوف اللي هي الأعلى والأقل منها. فهنا أفضل قيمة أفضل من هاي الطريقة إنه نستخدم الثريشولد. فهنا هاي الموضوع اللي أخذناه هو بكل اختصار إنه غيرنا بالكلار سبيس، غيرنا بين البي جي آر والإتش إس بي، وشفنا فائدة الإتش إس بي إنه نستعملها حتى نسوي ديتكت جسم معين من خلال ديتكت جسم معين من خلال تسجيل يعني كاميرا وسويت ديتكت لهذا الجسم. طبعا هذا الجسم اختارينا له لون اللي هو لون الأزرق، يعني كل جسم لون أزرق راح يبين لي بالكاميرا. فهنا نشوف يعني هسه لو تستعملوا الكاميرا وتحملون هذا البرنامج تشغلوه راح تشوفون أي جسم أزرق راح يبين عندكم، بس ما راح يبين طبعا بصورة واضحة كلش، وإنما فقط راح تشوفون فقط اللون الأزرق راح يبين. فهاي كل شرحناه بكل اختصار بالنسبة للـ HSV والـ PGR. راح نبدأ موضوع آخر اللي هو Image Thresholding. شوفون هذا الجسم، هذا الصورة اللي قدامكم. طبعاً هنا عندنا هاي الصورة اللي هي Gray Image، أخذنا لها Thresholding. شوفوا شلون تحولت من أخذناها Thresholding، تحولت إلى أبيض وأسود. طبعاً Thresholding شلون راح أخذ قيمة معينة، مثلاً هاي تشوفون هذا الخط، هذا المنقط، هاي مثلاً هنا عندنا قيمة Thresholding. في حالة إذا كان أقل منها، مثلاً يحوله إلى صفر، أعلى منها يحوله إلى واحد. فهنا نشوف الصورة شلون تحولت إلى أسود وأبيض. إذا أقل من المية تحول إلى يا لون أسود، شوفوا هاي كلها صارت سودة. إذا أعلى من المية تحول إلى واحد. فصارت الإيمج هي عبارة عن باينري إيمج تتكون من صفر وواحد. الهدف من هذا الموضوع راح نتعلمه اللي هو راح نتعلم اللي هي أنواع الثريشولدينج اللي هي الطرق مال الثريشولدينج. مثلا عندنا هنا اللي هي أول شيء السمبل ثريشولدينج والأدابتيف ثريشولدينج والأوتسو ثريشولدينج. بالإضافة إنه راح نتعلم شلون راح نستعمل اللي هي الفقشينات الخاصة بالثريشولد اللي هي CV2 threshold CV2 dot adaptive threshold. أول شيء اللي هي عندنا النوع الأول اللي هو simple threshold. نانا simple thresholding قلنا وين عندما البكسل يتجاوز فد قيمة معينة احنا حددناها، مثلا حددنا في شفنا المية، مثلا اذا حددنا اي قيمة معينة اذا تجاوز هاي القيمة اي بكسل قيمته تجاوزت هاي القيمة اللي حددناها مالت الثريشولدينج يكون يحدد مثلا واحد. هذا نقصد بالنسبة للنوع الاول اللي هو سمبل ثريشولدينج. نانا في حال قلنا اذا تجاوز هاي القيمة راح يخلي قيمة البكسل تكون واحد، أما إذا كانت أقل من هاي القيمة شو راح يحول ليها؟ إلى صفر، معناته راح يكون بلاك، بالنسبة لواحد معناته راح يكون أبيض. راح نستعمل حتى نستخدم هاي الطريقة اللي هو CV2.threshold. أول شيء نحتاج الفاريبل بهاي بالنسبة لهاي الميثود اللي هي أول variable راح نستعمله اللي هو الإيمج، وطبعا هاي الإيمج لازم تكون gray level، يعني معناتها تكون gray scale image، ما تكون RGB لأنه لازم نحولها، نحتاج إنه نحولها إلى gray. يلا نستعملها بال thresholding method، فهنا لازم انتبهوا لازم تكون أهم شيء gray. المتغير الثاني والثالث اللي راح ندخله بهاي الميثود، نحتاج انه نحدد اعلى
أعلى أقل وأعلى قيمة مالت الثريشولد. يعني إحنا حددنا مثلاً المين، هاي قلنا الثريشولد، بس نحتاج أحيانًا إنه نحدد قيمتين اللي هي أعلى وأقل قيمة. يعني مثلاً الثريشولد راح يكون مثلاً من 50 إلى 100. إذا كانت أقل من 50 راح يصير ليها 0، إذا كانت أعلى من 100 يصير ليها 1. إذا نحتاج إنه نحدد أعلى أقل وأعلى قيمة يعني threshold حتى نسوي يعني نبدي نقسم البكسل على أساس هاي القيمتين. الآخر متغير اللي راح ندخله بهاي الميثود اللي هو راح يكون اللي هو النوعية، الطريقة اللي راح نستخدمها. إحنا عندنا بالسمبل أكو مجموعة من الـ option حتى نسوي threshold-ing. فهنا راح ندخل هذا المتغير الرابع اللي هو راح يكون اللي هو الـ option راح نستعمله. راح نشوف شنو نقصد به هذا المتغير الرابع من خلال الكود. هذا نقصد به هنا عندنا أنواع من الـ symbol threshold-ing. هنا اللي هي مجموعة من الـ option اللي هي عندنا CV2. هنا عندنا باينري threshold-ing باينري. هنا عندنا threshold-ing باينري inverse، فعن هنا هذا باينري، هذا باينري inverse اللي هو يكون عكس باينري. الترانك عندنا to zero inverse، طبعا الinverse هو عكس الأصل اللي هو مثلا هنا to zero inverse اللي هو هنا عندنا to zero إضافة إلى باينري inverse هنا هو عكس الباينري. نشوف الفرق بينات. هنا عندنا مثلا original image، هذا الاوريجينال ايمج نشوفها هي عباره عن جراي سكيل ايمج. راح ناخذ لها الثريشولد، راح نستعمل الميثود اللي هي باينري. الباينري شنو؟ راح ناخذ قيمه للثريشولد، مثلا اخذنا هاي القيمه، نفرض انه مثلا هاي القيمه ناخذها مثلا 100، نفرض انه هاي القيمه 100. فهنا في حاله اذا كانت اقل من 100 اخذها صفر، نشوفها صارت سوداء، أكثر تحولها 1. نجي على الباينر انفيرس نفسها هاي المية هيانها، بس هنا تسوى عكس من اسمها انفيرس، عكس العمل مال الباينري اللي هي إذا كانت إذا كانت هنا أقل من 100 حولها إلى 1، أما إذا كانت أكثر حولها إلى 0. الترانك هنا هاي الطريقة، هنا عندنا الثريشولد، نشوف هذا الخط هو هذا الثريشولد، معناتها العتبة هاي إذا كانت أقل من هاي القيمة راح يكون عاطي القيم مالت البكسل نفسها. نشوف هنا قيم بكسلات نفسها خلاها قيم اللونين، أما إذا كانت أعلى حولها إلى 1، هذا يترن. نجي على التو زيرو، هنا تو زيرو هاي الثريشولد، إذا كانت أقل من القيمة اللي أخذناها حولها إلى صفر، أعلى حولها إلى نفس اللون خلى قيمة البكسل، يعني نفس القيمة اللونية، هذا التو زيرو. تو زيرو انفيرس لا بالعكس، إذا كانت أقل عافى نفس لون، هنا نشوفه نفس اللون فوق مالت البكسل، أما هنا إذا كانت أعلى معناتها حولناها إلى صفر. هذا هو الفرق بين الطرق مالت السمبل ثريشولد. هنا عندنا هذا الكود راح يكون بالبداية طبعا استدعينا اللايبراريز، بعدها قرأنا اللي هي الإيمج جبت JPG 0. نانا حولنا اللي هي نانا طبعا عدي هاي هي صورة ملونة، الزيرو حولتها لجراي إيمج. بعدها راح ناخذ الثريشولدينج. الثريشولدينج هنا اللي هي أخذنا الـ CP2 threshold معناتها السمبل،
راح يكون هذا النوع اللي هو simple. وبعدها أخذنا الإيمج اللي هي الجراي إيمج، بعدها حول أخذنا اللي هي اللو والهاي الثريشولدينج، أعلى أقل قيمة وأعلى قيمة بالنسبة للثريشولدينج. بعدها اختارينا اللي هي التايبس اللي راح شرحناها هنا، هاي التايبس مالت الثريشولدينج. هنا راح استخدمنا بالبداية الباينري، بعدها الباينري انفرس وتراين زيرو زيرو انفرس. هذا بالنسبة إلى simple threshold. طبعا هنا متغيرين ترجع لي هاي الميثود اللي هي threshold، ترجع لي اللي هو أول شيء image بالنسبة لل threshold image هنا راح يعني الصورة مالت في threshold. بعدها اللي هي ال RET، طبعا هذا المتغير ال RET اللي هو يميز لي فقط إنه هل هذا threshold كان يعني القيم اللي اختاريتها هل كانت مناسبة أم لا بالنسبة للإيمج. هاي راح يحدد إذا كان مناسبة true أو غير مناسبة false. بعدها هنا راح نبدي فقط نرتب، يعني هنا بالنسبة للعرض راح حتى نسوي بهذا الشكل. راح نبدي نرتب بداية أخذنا اللي هو هنا عدنا array وخزننا بها اللي هي الكتابات بالنسبة للتايتلز الخاصة، هاي التايتلز الخاصة بالإيمج خزننا بيها. بعدها خزننا الإيمج اللي راح يعطينا إياها بالبداية الإيمج الأصلية، بعدها تريش هنا عندنا تريش الوان تريشولدنج الثاني والثالث والرابع والخامس. بعدها راح نبدي نعرض الإيمج من خلال استخدمنا الفور لوب وبدينا نعرض الإيمج بالسبلوت. هاي كلها إحنا ما أخذيها وشرحنا عن اللي هي الماتبلوت. بعدها استخدمنا اللي هي blt.show الخاصة بالماتبلوت، وليش راح يكون الأوتبوت راح يكون بهذا الشكل. طبعا هنا الأوتبوت احنا استخدمنا اللي هي هاي الإيمج بالنسبة استخدمنا يعني الثريشولد استخدمنا هاي الإيمج. فهنا نشوف هذا بالنسبة للباينري، هذا بالنسبة للباينري انفيرس، هذا ترانك تو زيرو تو زيرو انفيرس. طبعا هي الأوضح تكون هاي الصورة أوضح لأنه بينت لي إنه شلون راح يحول بين الأنواع اللي استخدمناها. هذا بالنسبة للنوع الأول اللي هو كان simple thresholding. النوع الثاني اللي هو adaptive thresholding. طبعا هنا قلنا هنا قبلها يعني استعملناها بالنسبة للسمبل. السمبل هنا راح يكون أحياناً ما مناسب إنه نستخدم هذا النوع من السمبل ثريشولدينج، ما مناسب وغير جيد في حالة إذا كان عندي different lighting condition، يعني هنا في حالة إذا كانت عندي الإضاءة تكون بصورة مختلفة ما نقدر بهاي الحالة إنه نستعمل السمبل ثريشولدينج. فنحتاج إلى نوع ثاني اللي هو الأدابتيف ثريشولدينج. فعن هذا الأدابتيف ثريشولدينج راح يبدي يحسب الثريشولد للسمول أريا، المساحات صغيرة بالصورة، يعني هاي الصورة عندنا راح يبدي ياخذ مساحة صغيرة ويحسب لها الثريشولد، وبعدها يروح على مساحة صغيرة ويحسب لها الثريشولد، وهكذا إلى أن يمشي على كل الصورة. كل صورة يحسب لها ثريشولدينج خاص، يعني هاي الصورة يشوف الإضاءة مالتها هيجي، يعني تكون الإضاءة مالتها فد إضاءة معينة ياخذ لها ثريشولدينج معين. فهنا راح تكون ثريشولدينج مال هاي المساحة الصغيرة تختلف عن ثريشولدينج مال المساحة اللي بعدها راح ياخذها، لأنه الإضاءة راح تكون أكيد مختلفة بالمساحة الصغيرة مال بعدها، وهكذا يمشي على الإيمج كله. فإذا هذا الأدابتيف ثريشولدينج يستعمله في حالة إذا كانت عندي الإضاءة تكون مختلفة، لأنه ليش راح يكون يعني هنا ليش يكون أفضل من السمبل؟ لأنه راح يمشي على مساحات صغيرة وليس على كل الصورة، وراح يبدي يحسب الثريشولدينج تكون أفضل من السمبل. طبعا الثريشولدينج
adaptive threshold يحتاج إلى ثلاثة input variables. ثلاثة input بالإضافة إلى أنه راح يكون عندي output واحد. هنا عندنا الادابتف ميثود راح تحدد لي الميثود حتى نحسب اللي هو الثريشولد فاليو. عندي اثنين ميثود بالنسبة للادابتف ثريشولد. الميثود الأولى اللي هي ادابتف ثريش من سي بالإضافة إلى عندي النوعية الثانية اللي هي عفوا الميثود الثانية اللي هي ادابتف ثريش خالدين سي. طبعا الأولى راح يبدي يحسب المين للإيمج، يعني شلون هنا راح يبدي مثلا عندي هاي الإيمج هنا هنشوف هنا هاي الإيمج هي عبارة عن ماتريكس تكون بهذا الشكل، فراح يبدي شو يسوي؟ يحسب المين مال البكسل. يعني مثلا هي المين شلون راح نحسبها؟ نحسبها من خلال انه ناخذ ماسك. الماسك شنو نقصد بيه؟ ان هي تكون فد ماتريكس حجم معين، مثلا 3x3 او مثلا عندنا 5x5، لازم تكون فردية، تكون فردية. مثلا هنا في حالة اذا 3x3 هذا اللي هو السنتر مالت الماتريكس، وين راح يكون؟ على البكسل، نحطه على البكسل اللي نريد نغير، مثلا نريد نغير هذا بكسل، فالماتريكس اللي هي الماسك وين تجي هنا؟ بحيث السنتر مال هاي الماسك ماتريكس وين تكون؟ موجودة على البكسل اللي نريد نغيره. فشلون راح نحسب؟ نجي ناخذ كل البكسل ونجمعها ونقسمها على العدد، فراح ناخذ لها المين. بعد ما ناخذ لها المين مثلا نشوف انه مين مثلا مال اول بكسل طلع لي 5، اذا معناته انه هنا نغير قيمة البكسل الى 5، وبعدها يبدي يكمل على البقية. بعد ما ياخذ لها المين للبكسلات راح ياخذ يجمع المينز كلها ويطلع لي المين الكلية. بعد ما يطلع لها المين الكلية راح يبدي ياخذ مثلا طلعت لي المين ككل راح يطلع لي مثلا قيمة مين. هذا المين ايش راح ينقص منه؟ قيمة السي، هذا السي اللي هو الثابت اللي راح نستعمله يسموه ثابت الطرح اللي هو subtraction constant. راح يبدي من ياخذ يطرح مين من المين، هذا المين احنا اخذ طلعناه راح يبدي يطرح من عنده اللي هي قيمة السي. مثلا نفرض انه السي اخذناها قيمتها 2، فايش راح يطلع لي القيمة 98. هاي ال 98 هي اللي راح نستعملها كثريشولد. فهنا أنا معناته انه من خلال انه حسب المين للايمج راح وطرح من عندها قيمة الثابت اللي هو سي طلع لي قيمة الثريشولد اللي راح نستعملها واللي راح نمررها على الايمج. فهنا أنا راح تكون هاي الطريقة تكون افضل من اللي هي السمبل ثريشولد. بالنسبة أيضا أكو طريقة ثانية اللي هي تكون أيضا هي adaptive threshold method اللي هي Gaussian. هنا عندنا همين Gaussian، هنا همين راح يحسب المين وبعدها راح يحسب الويتد للمين. طبعا هنا لو نجي نشوفه هنا نكتب فيه هنا الويتد ايضا بالنسبة ايضا والمين هنا عندنا طبعا هنا اكيد المين قلنا مجموع القيم على عددها، ناخذ القيم على عددها. اما هنا عندنا الويتد
هنا بالإضافة إلى الجاوزيان قلنا نحتاج إنه نأخذ النين وبعدها الواي تي. هنا عندنا مثلا كمثال إنه مثلا عندنا هنا عندي مثلا 91% هاي درجات، والساعات الموجودة هنا عندي مثلا نفرض إن هناك درجات طالب هنا مثلا عندي 91% فيزياء هنا هاي درجات مادة، والعدد الساعات هنا راح تكون عندي مثلا 4 3 4 3 لكل مادة. هنا حتى نحسب الويتد نقصد به الوسط الموجود هنا بس هنا شوية بالعربي راح ايش راح نضرب؟ راح نضرب اللي هي 91% راح نضربها بعدد الساعات، ايضا هنا 88% راح نضربها بعدد الساعات. فهنا راح نحسب من خلال هذا الشيء راح نحسب اللي هو الويتد، انه راح نبدي نضرب اللي هي القيم بالعدد الساعات مالت الاسبوع. هذا كمثال انه شلون راح تحسب الفرق بين الوسط الحساب، اكيد تعرفون انتم ماخذين اللي هو من مجموع القيم اللي عندنا على العدد. اما بالنسبه هنا الويتد لا، راح ناخذ اللي هي هنا القيم مالت هنا كمثال مثلا عندنا مثلا هنا على الدرجات راح نضربها بعدد الساعات، فمن خلال هذا الشيء راح ناخذ الويتد مات الوسط الموجود او الدرجة لكل طالب. هاي بس يعني شلون طريقة انه شلون راح يحسب الفرق بين المين بالنسبة للويتد. هنا مثلا عندنا احنا كبكسلات، نجي هنا نحسب انه ناخذ نضرب كل بكسل والعدد مالته، مثلا هنا عدد التكرار راح يكون هنا مثلا لو نرجع خلينا نشوف هنا راح يكون الفرق راح يكون الفرق انه كل بكسل شلون راح نحسبه. مثلا عندنا هنا راح يكون عندي هنا هاي الايمج راح نبدي ناخذ القيم الجاوزيًا، راح نبدي ناخذ قيم كل بكسل. مثلا عندي هنا القيم مالت البكسل، هذا البكسل الأول مثلا 100 10 50 مثلا، وكل بكسل هاي قد مثلا التكرار مالته مثلا هذا 50 60 هيك يعني. فراح نحسب الويتد لهذا القيم، بعد ما نحسب الويتد لها راح يعني ويتد افرج راح بعد ما نحسبها راح نطرح منها اللي هو قيمة السي. يعني نفس الشيء نفس اللي هو شرحته المي، بس هنا ايش راح يكون؟ هنا أنا حسبنا فقط المي، هنا راح نحسب الجاوزيان راح نحسب الويتد افرج. فبس هذا مجرد كنظري هذا الفرق بيناتهم. فاحنا راح ناخذها فقط كعملي. هنا مثلا عندنا اللي هي بعد ما استدعينا اللايبراري راح نشوف انه هنا اللي هو راح نقرا الايمج، بعد ما نقراها اكيد احنا قريناها وحولناها الى الجراي، بعدها راح ناخذ الميديان بلور. هاي الميديان بلور يعني هسه راح نشرحها احنا بالسلايدات الجاي اللي هي هنا الميديان فلتر، راح ناخذ بالايمج فلتر. البلور يعني راح تكون مثل الغواش على الايمج، نحولها يعني تكون ايمج مو واضحة، راح يسوي لها مثل الغواش عليها. فأنا راح تفهموه أكثر من ناخذ اللي هو السموثينج ايمج، راح تشوفون شنو نقصد بالبلور. بس هنا الميديان بلور هو نوع من الفلاتر اللي نستعملها للايمج، طبعا أكيد أنتم مستعمليها خصوصا بالبرامج اللي تصممون بها فيديوهات أو صور، مثلا إذا في شكل معين تقدرون تسوون عليه غواش وتبينون اللي هو هذا نقصد به الفلتر اللي هو ميديان بلور. طبعا يحتاج إلى هو variable اثنين اللي هي الايمج، بعدها الايمج، وبعدها يحتاج إلى هو حجم الفلتر. يعني هنا عندنا مثلا هنا الايمج اللي راح نسويها بلور، بعدها اللي هي حجم الفلتر. هنا الفلتر طبعا هو نفسه قلت لكم ماسك، يعني هو اما يسمى فلتر
أو فلتر طبعاً أو ماسك نسمي أو نسمي كيرنل. هاي ثلاث أسامي نطلق عليها على الفلتر راح ناخذه. طبعاً راح أشرحها أكثر تفصيل من ناخذ اللي هو سموث إيمج وندخل بالفلتر. هنا بعد ما أخذنا ميديان بلور راح نبدي ناخذ الثريشولدينج للإيمج. أكيد هاي هنا راح نحتاج الإيمج بعد ما أخذناها بلور والثريشولدينج اللي هي أقل قيمة وأعلى قيمة. بعدها عندنا هنا اللي هي راح ناخذ الميثود اللي راح نستعملها اللي هي cp2.thresh-binary. بعدها راح ناخذ اللي هي هنا الادابتيف. هنا طبعا بعد ما اخذنا الثريشولدينج واخذناها الباينري بعدها يلا نبدي ناخذ اللي هو الادابتيف. فهنا الادابتيف راح ناخذ اللي هو يحتاج قلنا الايمج في البدايه بعدها القيم اللي هي هنا نرجع لو نرجع عليها قلنا هنا قيمة الثريشولدينج. بعدها راح نبدي نستعمل اللي هي النوعية شنية اللي هي threshold green. بعدها راح ندخل اللي هي threshold binary اللي هي احنا استعملناها. راح نشوف هنا الدعش ورد هنا الدعش اللي هي الحجم مال الماسك. بعدها الاثنين اللي هي نقصد بها السي. طبعا بالبداية راح نشوف شنو يعني احنا بالبداية اخذنا الثريشولدينج والادابتيف ثريشولدينج حتى نشوف الفرق بس بيناتهم. يعني هنا اخذنا الثريشولدينج اللي هو السمبل وراح اخذنا بعدها اللي هو الادابتيف راح تشوفون الفرق. طبعا هنا المتغيرات هاي شفناها هنا اخر شيء اللي 11 و2 هنا ال 11 اللي هي قلنا الماسك و2 اللي هو قيمة السي. بعدها اخذنا النوع الثاني بالبداية أخذنا المين بعد راح ناخذ النوع الثاني اللي هو الجاوزيان مالت الأدابتيف ثريشولدينج ونفس الشيء نفس الفاريبل راح ندخلها عليه وأيضا نفس الحجم مالت الفلتر عفوا الماسك أي هو نفس الشيء الفلتر أو الماسك. هنا بعدها هنا السي أيضا أخذناها قيمة 2. بعدها هاي نفس الطريقة استخدمناها بالنسبة للتايتلز حتى نعرض الصور بالنسبة للصور مالت الثريشولدينج بالسابلوت. هاي الطريقة نفسها السابقة. بس نشوف شنو الفرق بين الادابتيف واللي هو ثريشولدينج او نسميه احيانا سمبل او جلوبال ثريشولدينج. هنا اخذنا القيمة قلنا اللي هي 127 اخذناها اعلى هنا اقل قيمة كانت 127 اقل قيمة وعلى قيمة اللي هي كانت 255. نعم راح نشوف الفرق بيناتهم. شوفوا هذا اللي هو سمبل ثريشولدينج او جلوبال ثريشولدينج. شوفوا الفرق. شوفوا هنا شلون الصورة اخذلها ثريشولدينج شلون حددها. هنا شوف الفرق بين اللي هو المين والجاوزيان. شوفوها شلون يكون اوضح طبعا من السمبل ثريشولدينج. طبعا هنا المين المين هو يكون اقل يعني هنا طبعا الجاوزيان يكون افضل من المين. هنا شلون بعد حددت الفرق بيناتهم هنا الخلفيه شلون تحددت بالمين هنا الثريشولد الجاوزيان يخفيها يكون ارفع الحدود تكون ارفع من المين. طبعا هنا طبعا النتيجة تكون أفضل من السمبل بالإضافة إلى النويز راح تكون أقل. طبعا هنا نشوف هنا النويز قلت بالجاوزين أقل من المين والأدابتيف. شوف الفرق إنه هنا شلون حددت إياها بالنسبة للإضاءة لأن الإضاءة بهاي الصورة مختلفة. هذا نشوف شلون الشكل يكون مختلف الإضاءة دي. نجي على النوع الثالث اللي هو الاوتو باينريز.
هذا النوع الثالث من الادابتيف ثريشولدنج. عفوا هو نوع ثالث من الثريشولدنج اللي هو الاوتسو. هنا من خلال هاي الميثود احنا استعملنا طبعا بالسابق انه استعملنا هاي الفاكشن ميثود ويرجع لي قلنا قيمتين اللي هي شنو القيمة الأولى راح تكون اللي هي يرجع لي القيمة الأولى اللي هي الثريشولد اللي هي الصورة بعدها راح يرجع لي اللي هي قلنا القيمة اللي هي ريد بول. طبعا ريد بول قلنا شنو اللي هي راح احنا اختارينا قلنا قيمة فد عشوائية يعني نبدي نجرب انه مثلا انا اختار قيمة من 127 اختارينا بالمثال السابق الى 255 فهنا معايا راح تكون قيمة عشوائية راح نختارها. فهنا من خلال ريتفول قلنا شنو راح نحدد اذا كانت هاي القيم مناسبة او لا. فهنا راح يحدد لي راح يرجع لي هاي راح يرجع لي اذا فد قيمه معينه اللي هي تكون ترو او فولس ويبين لي اذا كانت هاي القيمه اختارينها مناسبه او لا. هنا أنا طبعا الاوتسو شنو فائدته وفرقه عن السابق. هنا سمبل ثريشولدنج هنا مثلا عندنا اللي يقول انه هنا راح نحتاج نحدد اللي هو random value للثريشولدنج يعني معناتها قيمة عشوائية للثريشولدنج وراح نبدي نجرب كل ما نجرب راح نشوف هاي يعني اي ثريشولدنج راح يكون مناسب. هنا من خلال يعني auto conversion راح نستفاد منه انه نستخدمه الصور اللي هي تكون باينري يعني احنا في حالة اذا كانت عندنا صور باينري ما راح يفيدنا اللي هو simple threshold وانما نستخدم اللي هو auto conversion. هنا قلنا هاي فائدته انه هنا راح نستعمل اللي هو auto conversion. هنا راح نشوف انه هاي function اللي هو هاي الميثود راح نستعملها حتى نحدد الثريشولدنج الفاليو للباينري ايمج والباينري ايمج طبعا الاوتسو ما راح يفيدنا راح يكون مو دقيق فاذا هذا الاوتسو فقط فائدته انه هو بالباينري ايمج نستعمله يعني في حال اذا تم سؤالكم انه فد ايمج معينه كانت باينري ايمج فاي نوع من الثريشولدنج راح تستعملون فاللي هو راح يكون auto threshold. هنا مثلا عندنا الميثود اللي راح نستعملها اللي هي cv2.threshauto حتى نحدد الثريشولدنج فاليو. احنا هنا يقول انه راح نمرر اللي هو القيم اللي هي تكون نرى في حالة إذا مررنا القيم اللي هي صفر إذا مررنا لها قيمة صفر راح يحسب لي اللي هو الايدل ثريشولدنج وراح يرجع لي القيم ويخزنها وين في الريد بول. طبعا هنا هنا هاي فائدته هنا فائدته بالاوتو كونفرجن ايش راح يحسب لي أثناء ما نمرر له قيمة معينة للميثود اللي هي cv2.threshauto راح يرجع لي قيم هاي القيم وين راح نخزنها يخزنها بالريد بول ثريشولد. هذا يعني كل فائدته اللي هو هاي النوعيه بالنسبه للاوتو باينريز او بالنسبه للاوتو ثريشولدنج. فائدة قلنا انه هو فقط فائدة انه يستعمله بالباينري ايمج
واللي هو يعني غير نوع السم يعني اللي هو symbol قبل اللي أخذناه symbol conversion أو symbol thresholding أو نطلق عليه global thresholding راح يكون ما نقدر نستعمله أو يكون غير مناسب بالنسبة للباينري إيمج. أما بالنسبة للأوتو راح يكون فقط للباينري إيمج. أما بقية يعني أما إذا كان غير باينري إيمج طبعاً الأوتو راح يكون غير دقيق وما راح نقدر نستعمله ففقط بالباينري. نحن راح نشوف هذا المثال. طبعاً هذا المثال هاي إذا تشوفون هاي النقاط اللي هي أسود وبيض هذا نوع من النويز اللي هو يسموه salt and vapor. هسه راح تاخذون النويز وراح تشوفون أنواع مالت النويز وهذا أحد الأنواع اللي هي تكون هذا الشكل يكون النقاط تكون بيضة وسودة اللي هو يطلقون عليه salt and vapor. راح ناخذ هذا كأنبوت إيمج هاي النويز إيمج راح ناخذها كأنبوت. في البداية راح نستخدم اللي هو symbol thresholding للإيمج بعدها راح نستعمل اللي هو auto thresholding. طبعا حتى نزيل هذا النويز راح نستعمل اللي هو فلتر اللي هو يطلق عليه Gaussian filter هاي نوع من الفلاتر اللي نستعملها حتى نتخلص من النويز بالإيمج واللي هو يكون حجم هذا الفلتر راح نستعمله 5x5. بالبداية هذا الكود راح يكون بعد سلعين لاباري راح نقرأ الإيمج راح ناخذها لجلوبال ثريشولدينج أو سمبل ثريشولدينج. بعد ما أخذنا لها السمبل ثريشولدينج راح ناخذها اللي هو الأوتو ثريشولدينج. هاي بالبداية أخذناها اللي هو الأوتو ثريشولدينج طبعاً قبل ما نسويها للإيمج يعني قبل ما نزيل النويز. بعد ما نزلنا النويز باستخدام جاوزيان فلتر راح ناخذ لها أيضاً ثريشولدينج. طبعاً بالبداية نحتاج إنه ناخذ لها جاوزيان بلور اللي هو الجاوزيان فلتر حتى نتخلص من النويز. جاوزيان بلور يحتاج اللي هو الأنبوت إيمج بعدها اللي هو 5x5 اللي هو حجم الفلتر وبعدها راح ناخذ اللي هو الثريشولدينج قلنا اللي هو راح يكون هنا النوعية اللي راح نستعملها اللي هو هنا عندنا اللي هو الاوتو. طبعا هنا راح نستعمل اللي هو cp2.3 binary راح نجمعه ويا cp2.3 اوتو. بعدها راح نبدي نرسم الايمج بالاضافه الى الهستوغرام. طبعا هسه الهستوغرام بعدكم ما تعرفوه راح ناخذ ان شاء الله بالشابتر الشابترات بعدها راح تعرفون شنو نقصد بالهستوغرام وشنو فائده الهستوغرام ليش ناخذ الايمج. بس هسه راح نبدي من خلال هذا اللوب والتايتلز راح نبدي نرسم نعرض الايمج بهذا الشكل راح يكون الاوتبوت مالكم بهذا الشكل. طبعا هاي الايمج فيها موجود نويز هذا الهستوغرام إلها وهذا الجلوبال ثريشولدينج. بعدها راح ناخذ لها الاوتو ثريشولدينج ايضا مع النويز. بعدها بعد ما اخذنا الفلتر إلها راح ناخذ لها الاوتو ثريشولدينج. شوفوا شلون الثريشولدينج راح يصير وشلون حدد لي الجسم يكون اكثر دقة من قبلها مع اللي هو كان موجود نويز بالإيمج. فإذا فائدة الأوتو ثريشولدينج راح نستعمله اللي هو بالباينري إيمج. هذا فقط كمثال إنه استخدمناه مع النويز إيمج اللي هي موجودة على النويز وأخذنا لها فلتر بعدها أخذنا اللي هو أخذنا لها اللي هو الجلوبال ثريشولدينج بعد أخذنا لها الأوتو ثريشولدينج مع النويز وبعد ما حذفنا النويز. هذا كل اللي شرحناه بالنسبة للثريشولدينج وأخذنا أنواع الثلاثة اللي هي السمبل والأدابتيف والأوتو.
هذا قبل ما يعني كل اللي يخص بالنسبة للموضوعين السابقة.